نشوف. يا عليك شهوة ديمة شمشون الجبار واصل باكر راحت عليه يلا يعيني بطلع عيني. اسمه اسمه ناظمي الطوفان. شيلي اغراضك من الحجره ويبي حجرتي. ليش؟ اخوك السندبال البحري واصل باكر. صدق اخوي شحن بيوصل اخيرا. هذا ما اذكر شكله. امي شو التجاره اللي واخذتها 10 سنين عنا؟ وسلمك الله مو بس تاجر مهندس. اي مهندس عنده مراكب مري لنجات في البحر وعشان كذي كله يسافر. عاد انا ما اذكر شكلك انت صغيره بس احيده وايد عصبي وكله يتضارب ويا الناس. طيب شباب ايه شو نسوي؟ اكيد ولهانه عليه. انا ولهانه على المصايب والمشاكل اللي بتي على راسي. ولهانه عليه بكري ولدي. ايه روحي ما روحي شيلي اغراضك روحي. شو اقول لها الله يعينك الله يعينك يا وديمه على المصيبه اللي جايتك. انت شي تطالعني كذا؟ حلوم وتعرف اسمي بعد؟ بعدك مثل ما انتي ما تغيرتي. لسانك طويل منه. انت منو؟ شاهين. وبسم الله انت شو اللي رادك الفريد؟ دشي داخل بيتك لا اعطيك كوي واخبص له شبهتك الحين. يلا دشي. ان شاء الله. انت يا بابو. ايه انا ما في بابو. شنو ما في بابو؟ انت بشكار امي بعد شنو؟ انا ما في بشكار امي. بشكار امي بنقالي يوم يذكرون هي بابو وانت بابو. اي هسه مرانا سليم انت فكر انا في خوف سنب مالنت الجبارسين. انا اول في سنب كبير بس هذا دكان ضيق انا اشيل. يلا برا اترك عنك هالهذرة اللي ما منها فايدة وروح يبلي شيء اكله. تراني ميت من اليوع يا بابو. انا ما في بابو. انا نعم سليم معلوم. يلا برا ما علي يا بابو. بسوي نفسي غشيم وبنسى الحركة اللي سويتها بس تعفي عليك. شيل يدك حبيبي شيل هالتعور. بابا انا ما في شي لي. يلا روح برا دكان. لا اصبر علي يا شاهين. بابو ترى طيب ويستاهل كل خير. الحين بشيل ايده وبيحبك على راسك وبيعتذر منك بعد شتبي. سليم حب راس مال جبار سينك. بابا هذا دكان مالنا. يلا برا. اسمه بسرعه شنو الشمشين على بيضه يمه خفي دمك. وانتي امي ليش مستعيله؟ يعني شاهين ريالي سافر وايد ما بيتم عندنا هني. بعدين خليني اشيل ثيابي. بس ليش كل هالسوالف؟ هداني شايل ثيابك ايش فيك انتي؟ وبعدين برجع له حجرته مثل ما كانت قبل لا يرجع. ما ظنيتي بيزعل اللي عرف ان اختي اللي ماخذه حجرته. واحنا ليش نتريى يزعل؟ نرجع حجرته مثل ما كانت قبل 10 سنوات. شمشون الجبار شو مطلع عنك اليوم؟ مي بدل ما تحضنيني وتقولي لي الحمد لله على السلامة تقولي لي شو مطلع عنك اليوم؟ احضنك انت السلالة كلها تحضنك. انا اقصد يعني ما انت موعدك بكرة ان شاء الله تطلع. لا مي طلعوني قبل المدة على قولتهم كنت حسن الصاروخ. الصاروخ؟ سليم شو بلا سليم انا داخل جنة انا جنة. مي بابو اول شي ما عرفني بس بعدين يوم شم ريحتي عرفني. ماما هذا يضرب. انا شنو ماما؟ امي انت ليكون عندك عيال غير اللي اعرفهم انا؟ ليكون تزوجتي عقب ابوي. اخسي اتزوج عقب المرحوم الله يرحمه. قول مستر وديمه. مستر وديمه امي شو مستوي؟
هذه منو بعد؟ مالت منو؟ كم موديلها؟ عمو اسكت شيك خوفتني انت تنحنح قول شي قبل لا توصل انت على منو يا ستواجين انا ما وايج على حد تعالي تحذف ما تبيني وصلت بيت عمتي شمسة لا انا خلاص هونت بتمي على سفل البيت يلا زي انا سار قهوه عيب سلوم عشان خاطري لا تسر تم في البيت ليش ما شي بس يعني انت يلس اسمع الاغاني اللي تبغيها ارتاح بس لا تطلع من البيت سلوم انت تراني كنت يالس في الحجره وعايش الجو غارق في بحر الاحلام انت دخلتي وعفستيني مره واحده فوق تعال قوم ودني قوم ودني خلاص ما عليه تم في البيت بس هالمره اخر مره زين 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 ما ادري ليه متى بنتم من خشين عنك يا شاهين شفت اختك اسمى ما شاء الله عليها كبرت ها ما تتذكرها هي اسوم يحليلها يحليلها اخبرها وهي صغيرونه كلها في الحوي وتاكل الرمل وتراكض بعد ورا الصراصير على اعلامها يحليلها يحليلها ما شاء الله كبرتي وغنيتي حرمه انت بعد ما تغيرت انا كل اسال امي عنك لا سكتي بس سكتي لان الكبار تكلمون الصغار سكتون سكتي وتعالي انت بعد انا ايه ايش تبي ليش ما كنت تزوريني طول الفتره اللي راحت ما تشني ولدك العود أنا كانت توصلني أخبارك بس أي ما تتهد الظروف أنا لاهية مع أخوانك ومشاكلهم بس كنت أطرش لك الهدايا كل عيد كانت توصلك الهدايا الله والهدايا عاد لا حد سمعك هدايا مرة مطرشت لي مصباح مرة مطرشت لي قحفية وآخر عيد مطرشت لي وزار وزار شو أسوي فيه في السجن أكشف فيه قدام الضباط اللي هناك سجن؟ ها؟ أنت كنت في السجن؟ لا 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 في البحر في لندن في لندن في لندن لا في لندن انا كنت في لندن يلا سامحوني انا تعبان بصير ارقد سير حجرتي ريح فيها امي وشو اللي رقدني من حجرتك حجرتك وسخه يبي لها تنظيف ما اعتقد بتكون اوسخ من حجرتي اللي كانت في السجن لندن لا لا لندن بلا خرابيط سجن شنو شو اخباره شو اخباره يا رب الله يعيني الله يعيني امي امي انتي ليش ما قلتي لي انه كان في السجن سكتي لا يسمع سكتي امي منو اللي كان ساكن بحجرتك شيتا رفيشتك مرقى سليم بربادو سليم بربادو سليم ويه هذا صوت انا في اسمه بس هذا مو وادمي لا حولك هو فري وياك فري فرج شو ريني فرج عطنا دقوس ويه دقوس بابا انا ما في بي سبوس منو قال سبوس دقوس حق الغداء فلفل حار فلفل حار اوكي بلاك انت كذي تطولوح بلاك هذا سبوس يجي منو هذا ده جبار سينغ فينا في مثل هوليكوبتر برشوت ما فينا تي تحت وحسبي الله على وديم ان شاء الله بعدها وياك على السوالف الدوبك بابا ما في وديمه انا يقول جبار سينغ منو هذا؟ هذا شاهين ولد وديمه الله يهداك شاهين ووديمه مسجون من 10 سنين طايح في السجن وين يجيك بعد؟ بابا هذا صبح يطلع من الجيل يجيني كسر سليم وروح برباد بك شاهين يا الفريج هني؟ شاهين يجي فريق وكفخ سليم؟ كسر فعلك سليم كله طيب سليم قول خدا قسم قسم انك ما شفت فري مو لي اوكي بابا وين هذا سبوس مال انت؟ عم يتيم اوكي عم وقت وياك يا كريقة عم ارضي عمكم عم في زكا سان كريقة جايقة يا خدا كل هالجرايم اخوي شاهين مسويها؟ هذه اللي نعرفها بس واللي ما نعرفها العلم عند الله سبحانه غير الموضوع اخوي ما رقد احط لك اكل لما بغيت اكل بقول لك مو الحين بعدين وين ارقد المكان متغير علي متعود على القطن وعلى انتي
أنا؟ إيش دخلك أنتي؟ خليش عن خط شوي، ابني شوي. إن شاء الله. أنتي، أنتي يا الشيطانة. لو واحدة غيرك كانت ساكنة بحجرتي كنت عصرتها. بس أنتي ما تهونين علي، لأنك غالية عندي. أمي؟ أمي؟ ما شي أخبار عن رقية؟ بخير وطيبة وزينة. منو رقية؟ تقول لي منو رقية؟ رقية؟ رقية هذه قلبي. رقية الدم اللي يسري في عروجي. رقية هذه أول قصة حب في الفريج، من عقبها فريجنا قاموا يحبون ويزوجون بعضهم بعض. رقية شو أقول لك عن رقية؟ 10 سنين وأنا أحفر في دار السجن اسمها، أحفر وأحفر لما وصلت مكتب الضابط. أمي وبعدين قال لي ها شاهين اللي عندي في المكتب خير؟ قلت له ولا شيء، فايت صدري في الزنزانة متملل. قلت له يوسع صدري وياك حضرة الضابط. قال لي شاهينو؟ قلت له رقيو. يقول لي شاهين؟ أقول له رقية. هي أمي آخر شيء يعطيني طراقين أرجع الزنزانة مالتي، أكل لي لقمة واحد راسي وارقد. إيه الله يكون في عونك. يكون قصدك يا رقية بنت سلامة اللي ساكنة آخر الفريج؟ ها إيش رأيك فيها؟ حلوة صح؟ حلوة تيننا. أقول لك أقول لك أمي حلوة حلوة شعرها لهني. مو هي واللي يقصده واحدة غير حلوة وعيالها طالعين عليها حلوين. بالضبط. شو قلتي؟ أمي شو عيالها؟ شو قاعد تخربط هذه؟ ايش قلت لك؟ ما قلت لك مو هي بلا هي ما في غيرها في الفريج. رقية امي رقية متزوجة ولا لا؟ امي متزوجة ولا لا؟ امي متزوجة وعندها 4 عيال الحين بتحامل في الخامس. وجع ارنبة هذه مو رقية. شو 5 عيال امي؟ رقية متزوجة ولا تقولين لي امي؟ رقية يلا يا ابوك يا ريت اسمخك يا عبد الله. الله يهديك. هاي ما تباني يا رسمخي. هذا شاي هذا انا ما تعنى ويك البيت هذا الا عشان هالشاي هذا اللي بالراس. ابوي عبد الله البيت بيتك والشاهي شاهيك. يسعك الله خير. الا انت ما سمعت عن شاهين. منو شاهي؟ شاهين ولد وديمه. هي شاهين والجرب اقول. يقول لك هدوه من السجن واول ما طاح الفريج زخ سليمه وكفونا تكوفين داخل الدكان وفره. الله يهديك. هذا شاهين وهذا ترى انا مسمينها الجربة. هي سلمك الله. هذا يوم يركض يختض شرات جربة اللبن. هو ترى من صغره شيطان شوي. شيطان نعم. انا ما مخلنه كل ما يصير مكان واشوفه من سبب ولا من غير سبب. هيا ودوا كف خليك تفكك فخيخ مره ما خليه. عشان كذا كان مستاذي منكو. هذا الله يسلمك. يوم الايام كان اشوف فوق الجدار بيتي. هذا انت هي يا عبد الله. وكان ازقر عليه قلت له شاهينو انزل. انت الحين يا عبد الله قلت له شاهينو. نعم كان اقول له شاهينو انزل وما سمع لي وما نزل. زين هذا ايام انا كنت بقوتي وصحتي نعم وشبابي. لا حد وتناول لك ذيك الحصى ويبه ونعشن عليه واضربه في الحصى هاي. قول وين جات الحصى؟ وين فكرشت انا منيش على الكرشه؟ شيطان حتى والله. شيطان الله يهداك. زي قول جات الحصى وكان يطيح ويوم طاح يا ريال سوالي ذيك الغبره وخض الدنيا تخضيض تقول زلزال. هذا انت يا عبد الله كفخت بالحصى. كفخت نعم كفخت. عاي ما بكفخه ما بسهل. هاي شاهينوها جربه زين. اسميك يا عبد الله انك تضحك يا ريال مو بقاتل بطني عوري. هذه سوالفنا قبل ما بسوالف الشباب الحين يرمسون على السيايير والتلفزيونات والاغاني. بالله عليك هاي سوالف تنقال. عاد ولا سالفتك هذيك. الله وراي ايش
فيها دخل؟ فري فري بطل الباب يا فري، بطل الباب، بطل الباب يا فري، نسيت تعالي عندك يا فري. فري نعالك في ريولك. نعالك في وين؟ في ريولي. عافية على الشاطر. الله هداك يا ولدي، ترى الكبر شين. عرفتني انا منو؟ فعليك فعليك، انت 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 شاهين الغالي، هي ولد الفريج. لا انا مو شاهين، انا الجربة. الله هداك يا ولدي، هاي سوالف مال قبل عاد، انسى عاد تنسى. مو بقادر انسى، كل ما اتذكر قلبي يحترق، حريجة في قلبي الشب حريجة. لكن دريت شلون؟ ها؟ سليمة سالم، ما ترى والك اخوي شاهين؟ لا والله، من بعد ما ضرب ابو عبد الله وكسر على الباب مالنا، بعد ما حد شافه في الفريج مول. خايفه عليه لا يكون عق عمره في مشكله. الله يهداك، اسمع ان الناس روحها تخاف من اخوك، انت خايفه عليه؟ ترى والله قلبه طيب وطلع يحب بعد. ليش بس اخوك اللي يحب كل الناس تحب؟ تحب منو؟ اخ يا اسمع، لو اقول لك احب منو، انا احب وحده هي سمان، وهي دنيتي وهي كوني كله. اللي احبها يا اسماء صراحه اموت فيها، انا اموت فيها اسماء. انا شو الريحه هذه اسماء؟ ما تشمي الريحه خايسه؟ الريحه لا، انا عن ريحه تيوس عمتي. نور العين والله. شوف شوف يا شاهين، والله العظيم اني انا حبي شريف وعفيف، صدقني انا مستعد اندفن هني تدفني دفان في الارض، لكن ما اتنازل عن حب حياتي. سوي فيني اللي تبغي تسويه، لكن ما اودر الحب اللي انا احبه من طفولتي. ايش فيك؟ ذكرت بقصة حبي مع رقية. لا بس بس روحي بلي كلاس ماي، بعد روحي بشي اكل من بيتكم. بلاك انت شو مسوي بعمرك كذا؟ وين ما تبغيني اسوي بعمري كذي؟ وسلوم سلوم داخل الحجره ويا اعتاع وتات المجرمين في البلاد، ما تبغيني اسوي كذي؟ لا تخاف عليه، سلوم رجال ويعرف ايش يتصرف. شو يتصرف؟ هذا شاهين، تعرفين شو يعني شاهين؟ لو يلد سلوم كفل الصقه في الادار شرات الطيطار، ساعتها ما بيحصل ثاني يتصرف. انت ما بتقول كذا؟ لو شفت ايش قال سلوم ما شاء الله عليه، يا شاهين مدخلنا هني، شرات الياهل اللي مضيع امه. وانت بعد انت ما بتقولين كذي؟ لو شايفه عبد الله وهو منسدح في المستشفى من كثر التكسير والضرب اللي ياه، كان ما قلتي كذي بعد. وابوي مصر يا شاهين، مصر ام الدنيا، هناك بس تقدر تعيش احلى لحظات الرومانسيه والحب الصادق مثل الأفلام السينمائية، تكون رشدي أبابا ولا أحمد رمزي. يا سلام، تتمشى وياها وتجلس على النيل وتأزئز اللب. شو أسوي؟ تأزئز اللب يعني شنو أزئز؟ يعني تاكل حب.
قول تاكل حد تتفلسف شله. عايش جوهم يا شاهين. تتمشى وياها من مكان لمكان، تتمسخرون تضحكون. يا سلام على قمة الرومانسية. هناك يقول لك المكان كله عشاق، اثنين على يمينك اثنين على يسارك وراء، ولا يخصهم فيك مولية تستتغزل فيها. يا سلام عليك يا مصر. يا ريتني يا شاهين ويا اللي في بالي انا هناك. سلم وابوي، انا خلاص قررت اني اروح المصر. مصر قصدك؟ لا المصر هذه ابعد شويه. ايه بس بعد فيها نيل. فيها نيلين. يلا قم ودي مصر. قم شاب. قم شاب. بس خلني شوي. قم 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 ودي يلا قم. يلا عاد يا شاهين بتاخر على السفر. اصبر عاد لا تحن، الحنه مو بزينه. ايش فيك انت؟ امي امي مع السلامه امي. الله يسلمك. ايه بتروح وبتستانس هناك، ودير بالك لا تتحرك وايد في الطياره، تهزهزها يا يمه تطيح فيكم. اخاف عليك احاتيك. ان شاء الله امي ان شاء الله. ابشرك امي ترى بنسافر بلنج ورا. ماخذينك قارب انقاذ انت؟ لا امي ارخص ارخص. ايه زين زين. الله يحفظك الله يحفظك. شاهين لا تنسى تطرش لنا مكاتيب، انا حطيت لك عنوان البيت والشنطه. ان شاء الله ان شاء الله فطلون ولا يهمك. اسماء مريوم شو اسم هذه؟ اسماء اسوم. ان شاء الله اسوم. للحين ما خذيت على اسمها يمه، والحين بعد ما سافر بعد ما رجع بعد تنسونا. الوداع الوداع. يلا امشي شاهين امشي مش متاخر. الوداع. شو تسوي؟ قوم وقف يلا خلنا نسير. وحليلك يا شاهين. لله والشكر. شري لكن قلبه طيب. ارتاحوا بيريح اهل الفريج مساكين، من يوم ما دشوا عليهم وهم متروعين. اذا انا امه ارمسه واتنافض من الخوف. زين سواه سلوم يوم خذاه وداه وسفره. يجزاك الله الف خير يا سلوم. الله يديم النعمه. وين طالع الشمس؟ أول مرة كذي تغردن مثل البلابل. الله يديم النعمة إن شاء الله. إي إنتي أشوف شو طايحة سوالف وياي. إي إنتي اللي ما صدقت على الله من واحد رمست على طول تلصقت فيه. أنا تلزقت فيش؟ إي خلاص سايرة الحين أتسبح عشان الخياس. واي 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 ودي مو سايرة تسبح تيل يوم عيد. ليش حبيبتي؟ إيش شايفتني؟ مثلك يا أم الهوش؟ أطاع الذباب اللي حولك. عدالي أم القمل والصيبان وأبو ييل.